أنا ما أملك وجودي كل وجودي بين يديك شلون يصير وأنا ملكك أبخل بدمي عليك أنا ما أملك وجودي كل وجودي بين يديك شلون يصير وأنا ملكك أبخل بدمي عليك من أطبر رأسي أصرخ ريت مو رأس انطبر ريت يجوز علي شرعا واطبر بعرق النحر لكن الله بهالقرار علي حرم الانتحار ولولا تحريم شفت كل عاقل بحزن انتحر وما يوفي حق ضلع واحد من حسين انكسر حيدار 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 يالذي تشكل علينا راح ابين بالرواح عدنا قانون بفقهنا كل فعل اصله مباح الا لو سبب ضرر هنا محل حجي ونظر وانا سألك بالعقل مو بالتهجم والصياح هم شفت مرة مطبر مات من نزف الجراح لا تسل يا لائما عن شج رأس العاشقين اصدرت فتواه زينب مدرأت رأس الحسين لا تسل يا لائما عن شج رأس العاشقين اصدرت فتواه زينب مدرأت رأس الحسين من واحي المعصوم أنقل مو أدلة واهية وبدعاء الندبة أقره والزيارة الناحية شوف شعن بهالكلام تأمل بقول الإمام هنا ندب هالقذية عين ويا عين الباكية مو دمع يبجي إمامك بالدماء الجارية حيدار 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 من أشيل القامة بيدي أرد راوي الأجنبي أحسيني مو عيسى بن مريم هو يفهم مطلبي هو بيجروح المسيح وأنا بيجروحي الذبيح مذهبي ولا تعتقد بالدم أشوه مذهبي زينب بهذي بدت وأنا طريقي زينبي لا تسل يا لائما عن شج رأس العاشق